بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا كان عشاء رمضان توغدا بايا حينو اقني بشا رمضان اني تهي بشا وقفض البضان صنتك السلامركا وحينو اقنا هي طبعا كهبينا وغدا بايانا إن رمضان وبسي فضي بدي إذا ما بشي وفضي بدني يتبنكي هبين سنة وفضي بدنا يهبين كي سنة كورنا وفضي بدنا وطبن كان لغن نحفل أيو أيها جلا هذا بهدي يجي النبي عليه الصلاة والسلام يدقن كي سمحوها فهدي يجي النبي إنه كد دال عليه الصلاة والسلام وصلي النبي إنه كد داله طاعضة يا إلهي ودواشيه إسا سئانو وقد دال هبين ذاك لا سنة قرنة يعني طبعا كان وقع علامة صناعية مارك الله أهيغو سنة كالي سنة قرنة انتي سكالي ساو قيد بي إمام مسلم حديث كو صورنا يوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحي لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا كاهبين وغدا بايا بشهر رمضان مد داله سيان ود دال سنة كينتي سكر أولا إذن طبعا كان هبين وحقوف كمسلم في أبا هيا أود وحلي هي أولا ينرغن ما يتمر يحب إن تسجد جيسة طبعاً كهبين عبادة دولة ولبا عائشة وحي لدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحكم دها حديث الصحيحين كوريني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. إمام مسلم الرواية سوحي زياد نساء وجد وشد مئزره. عائشة وحي لدي النبي عليه الصلاة والسلام تبكى نبدا هدا يصو قلا كنت بو ديش اسكيك ديك تشري اوكي سمع له الاعتراض كنت بو اتكي سنشري هبين كي سنة ونولين شري غير كي سنة وتو سنشري بي عائشة لها وهكذا سي مهمة إن الذهبين كي بادد وتتخطرتها ليلة القدر وهو نبي وقوش يجي عليه الصلاة والسلام تبقى الضبائن لغا بادد وما وهو هدنا يري التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر بنبي وهدنا في كل وتر وارتبانك الضبائن الرادية وهدنا وحكسي الرادسة بنبي عليه الصلاة والسلام هبين ندى وترك من هذا وتر كاكسي الرادي ومحاط طبعا وحاط طبعا عائشة وحيتي وإلهي هدو إلى كل ميام حان يا لح حديث ابن ماجه يترمذي بورنا يا شيخ البناني صحيح يا شيخي وحنا بقول عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه بعد هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه إلى أهيو مدو حافية بات إيه يعفي له وعفي قرأت شعل إيه ربه يعفي له. إذن هبين كان سيأكون راض عيسو مريد إلهي بضي مريد إلهي بضي وهبين كن نبي قولي فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. حديث أحمد النسائي بورين أيام شغل البهنة صحيحة الماضي وهبين كن بلوتك خير بدن سيد القرآن كما شعيد ومن حرم خيرها فقد حرم النبي هبين كاح نكا خير كيدا وايا هبين كاح خير كيسا نكا وايا كاسي خير بوا وخير بالا خير بالا يا شاسي أنا تغبيري هبين كان رابعي
sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisa laynayidhi kow war wa habeenku qur-aanku soo degay baa la yidhi inaa anzalnaahu maxaa ku dhacaygaa fii leylati lqadri leylatu lqadri khayrun min alfi shahr wa habeenkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wuxuu ugu sheegayo inuu soo dejiyo wa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sannadood oo saddex iyo siddeetan sano wax ka badan bilaa dheer saddex iyo siddeetan sano siduu ula mid yahay yacni waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa saddex iyo siddeetan sannadood bilood sannadood salaadaad kun bilood salaadaad tukanaysa u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasuu u dhigmaya yacni camalka khayrka aad shaqaysataa camal la shaqaynayay dhowr iyo siddeetan sannadood buu maxay ayuu la fadliyo u dhigmaya ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa habeen barakaysa inuu yahay haddaad inuu barake raadinayso soomaalidu barakay doontaa soo maaha xabaala waa laga soo barakaystaa meesha waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad barake rabto innaa anzalnaahu fii leylati lmubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriillow soo dego xataa jibriil malaa'igta oo dhan baa soo degta oo qadirkan alqadar culammada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min adiiq oo cidhiidhi ay tahay waxaan filayaa caalimkii luqawiga ahaya khaliil ibnu ibraahim alfaraahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfaraahidiy siduu sheegayo dayqii cidhiidhigiibuu ku fasiraya wuxuu leeyahy malaa'igtaa dhulku cidhiidhi ku noqdaa idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega waa hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgelyo shayطaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabadgalaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kullu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socdo oo dhan lasoo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeen uu nebi maxamed deeye calayhi salaatu wasalaam uu nebigu yidhi man saama ramadaana iimaana waxtisaaba wufira lahu maa taqadama min dambi waman qaama leylata alqadri iimaana waxtisaaba wufira lahu maa taqadama min dambi xadiidku saddex shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaana waxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo taacada alle u ikhlaas samaynaya waxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaanan waxtisaabana dembigiisaa la dhaafaa habeenka kanna si gaara ninka tukada habeenka leylatulqadriga ninka tukada dembigiisii baa la dhaafaa baa layidhi wufira lahu maa taqadama min dambi idan ayuha alaxiba waa habeenkaasi qadarkiisu uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ahi in xoog u raadceeyo cibaadaadka ugu badan ee tobankan la sameeyay culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanku oo akhristiisa la badiyo qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadaburkiisaba la badiyo waayo ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nebigana calayhi salaatu wasalaam jibriil baa intuu u yimaaduu bisha tan qur-aanka la akhrii jiray oo la daraasayn jiray sanadkii u dambeeyeyna laba goor baa uu jibriil la daraaseeyo ku dul akhriyo yaan idinku badinin hadalka waa intii culammadu idiin sheegaysay unbaan ina ku celiyay anigoo raba uun maadaama ay maanta koob iyo labaatan ahayd oo habeenba tegey laga yaabo inay siddeed uun hadhay ama sagaal hadday u badato inaan idin dhiiri geliyo si aa aakhiradiina iyo xoogsigiina iyo camalkiina wanaagsan u dardargelisaan oo uga dheeraataanna
وحي ذنوبه إيه وحي مباحاته ذنبي يسقى ما بهذا الهينه وحيا بهم مباح اسكاها الشاكدي إيه وركي بدنائي هرددي بدنائي وحا انت تصوي ريسو بل سيدة هبين هرية مسا قال كان هبين هرية رقا رقا انت نسكر لقل رقا رقا بل رقي هران كده بطلق سلف الأمة يسعون نغم جرين والتصبيح تحميد تهليل لا حول ولا قوة إلا بالله صلق النبي عليه الصلاة والسلام قرآن أخرس يوحي لم إذا الصلاة أنسكت دينا إن أنبضنه وركيب قلبته انت اسمك كل صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.